يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية في حلقة جديدة، واليوم راح نشوف برنامج Nexus 3. Nexus 3 طبعا هو VST plugin أو الـ Virtual Studio Technology Plugins. هاي التكنولوجيا كانت تقريبا موجودة من 96-97. أول شركة سوت أول VST هي كانت شركة ستاينبرغ. ستاينبرغ طبعا الشركة اللي هي تسوي برنامج كيوبيس. هاي التكنولوجيا موجودة من زمان، وحين تطوروا لدرجة أنه في VSTs حق كل شيء واحد ممكن يتصوره، VSTs حق الوتريات، حق الآلات العربية، حق العود، حق القانون. طبعا إذا أنت صار لك وقت تشتغل في الميوزك أو في البرو أوديو تعرف شنو هم VSTs، ومروا عليك أكيد أنواع مختلفة منهم. فشركة 3FX نزلت برنامج الحين صار لتقريبا سنة، هو برنامج Nexus 3. Nexus 3 هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن أوديو إنسترومنت حالها حال أي سينثسايزر ثاني أنت راح تشتغل عليه. لما تشتريه طبعا هي مع أصوات كثيرة، وفي كذا نسخة موجودة منه. بس إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة، أعرفكم على روحي، معاكم أخوكم هاشم العلوي، وأنا أحب أي شيء له علاقة بالتكنولوجي والميوزك. فإذا كان هاي المحتوى يعجبك لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشتركون في القناة وتشاركونها مع أكبر مجموعة ممكنة عشان نقدر نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس من محبين هذا المجال. ما طول عليكم، خلونا الحين نبتدي مع بعض. هاي الشاشة الحين قدامكم تشوفون فيها برنامج نكسس. برنامج نكسس طبعا الشركة سوتها بأبسط طريقة ممكنة عشان إن الواحد يقدر على طول يسوي لود حق البريسيتس. بريسيتس طبعا هم الأصوات الموجودة أوريدي، وأعتقد إن هذه أفضل طريقة لاستخدام هاي البرنامج باستخدام البريسيتس اللي موجودة فيه. يعني إذا كنت أنت مبتدئ في هالمجال وحاب على طول تسوي لودينج حق البريسيتس أو حق أصوات معينة وتبتدي تعزف على طول، هاي البلجن جدا راح ينفعك. نكسس 3 في عدة أجزاء مختلفة، في طبعاً اللي هو الفلاتر اللي موجودة هنا تشوفونها، في فلاتر مختلفة اللي هو الكت أوف والريزونانس اللي تلاقونهم على أكثر على كل السينثسايزرز اللي موجودين. عندنا أيضاً اللي هو الديلي، عندنا فلتر آخر إحنا نقدر نختار الفلتر هاي ممكن يكون نوع شنو، أمب مود اللي هو الأمب موديوليشن والريفرب. هاي الفلاتر صايرة فيكست حق كل الأصوات اللي موجودة اللي إحنا راح نسمع حق بعضها الحين. الشاشة الرئيسية تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم الفولدرز، قسم الكاتيجوريز، وقسم البريسيتس. قسم الفولدرز هو طبعا بيراويك شنو الاكسبانشنز اللي انت مسوي لها انستول، شنو الاشياء اللي انت مثبتها اوريدي وقت ما سويت انستول حق برنامج نكسس. فانا يوم اشتريت البرنامج يا معه اخر 10 اكسبانشنز. واحده من الاكسبانشنز اللي انا احبها اللي هي لو فاي، الحين بنشوفها مع بعض. طبعا هاي الفولدر بيعطيك اسم الاكسبانشن، سو الاكسبانشن لو فاي، هارد ستايل، هابي هارد كور، هالوين، اي دي ام، هاي اسم الاكسبانشنز اللي انت سويت لها انستول. داخل كل اكسبانشن في كاتيجوري مختلف. هاي الكاتيجوري هو ان في كل اكسبانشن في انواع مختلفه من الاصوات، اصوات الدرمز، اصوات درم لوبس، اصوات الفوكلز، باد، بيانو، سيكونسز، كل هذه كاتيجوريز او فئات مختلفه من الصوت. وكل وداخل كل فئه من هاي الاصوات هي عندنا البريسيتس المختلفة. يعني حين مثلا إذا احنا اخترنا قلنا بأصوات أتموسفير مثلا، داخل هاي الأتموسفير اللي هو داخل اللو فاي إكسبانشن راح يطلعون عندنا هاي الأصوات. فإحنا إذا اخترنا أول راح نشوف كل الأصوات اللي موجودة في كل الإكسبانشنز اللي موجودة عندنا. إذا اخترنا مثلا أتموسفير نشوف إن هاي الأتموسفيرز اللي موجودة عندنا في كل الأصوات. فهاي بكل بساطة هو التركيبة الأساسية حق شاشة نكسس. إني بعدين طبعاً لما إحنا نختار أصوات معينة، خلونا نختار مع بعض مثلاً. أنا سيكونسز جداً يعجبوني، يعني ممكن إنهم يعطونك إنسبيريشن حق إنك مرة واحدة تسوي موسيقى بالأصوات اللي موجودة أوردي فيه. فخلنا نختار إحنا مثلاً هذه، هاي الصوت. الصوب الأخضر اللي هو هني، هاي الجهة هاي فيها صوت البيانو. والجهة الثانية اللي هي اللون الأزرق فيها السيكونس نفسه. مثلا في هاي البريسيت اللي احنا اخترناه اللي هو unexpected، هاي هو السيكونس اللي موجود. Thank you.
فهاي هو صاير يعني كل سيكونس مختلف، صاير يعني جهة واحدة اللي هي سيكونس اللي هي الميوزك والبيت وهالشغلات هاي، ويعطونك بعد على الجهة اليمين صوت معين عشانك انت تسوي سولو وياه. فالحلو اللي في نكسس انه هو صاير مصمم اكثر على السنم على طول تقدر انت تبتدي فيه. اوكي فمثلا خلونا نجرب الحين سيكونس ثاني. روعة صراحة يعني خليك الواحد يبي بس يقعد يطقطق فيه يعزف كذي. ما علينا خلينا نشوف الحين، نشوف مع بعض الحين صوت ثاني. على فكرة هاي الأشياء اللي هني الملونة هي اللي تعطيك شنو، تعطيك شنو المود مال هاي الصوت انت الحين اللي راح قاعد تسمعه. هاي مثلا الصوت اللي اخترناه صاير دارك وصاير أكتيف وسبايكي، هاي الكاركترايز هاي صفة هاي الصوت هم مسوينها بالطريقة هذه. أوكي الحين فحتى إذا مثلا في شيء مو بعاجبنا في الصوت اللي موجود نقدر نحن ندخل في الاربيجيتر. الاربيجيتر هني يقدر يعطيك انت شنو النوتات اللي تبيها مثلا تكون موجوده. فني هني لما نعزف نشوف ان البادز والبلوك هم اللي شغالين في هاي الموجود. اوكي اوكي ممكن نحن نغيرهم مثلا، نغير نوتة مثلا بدل ما هي تكون بهالطريقة، يعني تقدر تغير اي شيء في هاي الصوت نفسه. اوكي تقدر تخلي مثلا 1 اوكتيف، تقدر تخلي 2 اوكتيف 3 اوكتيف، السرعة مالته تقدر تتحكم فيه تخليه ابطأ مثلا. كذي او اسرع مثلا اقدر اسويها بهالطريقة. يعني نقدر نلعب في الصوت بأي طريقة احنا نبيها. حتى لو اخترنا صوت معين وما نبي ندخل في التفاصيل حق تغيير الصوت، ممكن احنا على طول ني حق شنو، ني حق هاي الفلاتر اللي موجودة هني برا. هاي الفلاتر هني بسهولة تعطينا افكتس على السريع. يعني مثلا ابى اضيف ريفرب. اوكي نسمع بس بدون الريفرب الاول، حين نسمع ويا الريفرب ونزيد عليه عشان انه يكون اوضح شوي. حتى نقدر نغير صوت الريفرب نفسه بدل ما هو هول، نقدر نخلي مثلا أشياء غريبة نفس سولر مثلا أو سبيس. أو إذا حبينا مثلا نضيف ديلي على السريع إني نشغل هاي الديلي اللي هني، شوف شلون يصير الصوت. خلنا نسكر الريفرب الأول. مع الريفرب فشي حلو صراحة انهم عطيني كل هاي التولز عشان انت بروحك تقدر انك انت تغير الصوت بالطريقة اللي انت تبيها. اوكي خلونا نسمع مع بعض شوية اصوات ثانية. عندنا هنا مثلا صوت بادز، نشوف مثلا صوت درام لوبس. هاي طبعا درام لوب عادي تقدر انت بسهولة
ضيف عليه الآلات الثانية وتسوي له build up. يعني نجرب صوت مثلا الفوكلز أو الكواير. نجرب صوت من أصوات السيكونسز الموجودين. فيلم رعب. فيلم رعب. في واحدة من الإكسبانشنز حق الأصوات الـ 8-bit مال الثمانينات والتسعينات مال الكمبيوترات القدم نفس الكمبيوتر كومودور وأميغا. فواحدة منهم هاي الصوت، اللي يعرف أي لعبة يقول لي تحت في التعليقات. سيكونس ثاني هاي اسمه كلاسيك ستايل. جرب سيكونس ثاني. اوكي واحدة أخيرة. هاي يا جماعة نظرة سريعة على برنامج نكسس 3. شو اللي يعجبني في البرنامج؟ اللي يعجبني فيه انه هو سهل الاستخدام. الاصوات اللي فيه اصوات تعطيك انسبيريشن، تعطيك دافع انك انت مثلا ممكن انك انت على طول تبتدي تسوي ميوزك او تسجل ميوزك. شنو بعد حلو اللي فيه؟ ان الاصوات اللي موجودة اصوات كثيرة وطريقة التحكم فيها عطينك فلكسبيليتي، يعني عودة على اساس انك انت تقدر تتحكم في الصوت من الاربيجيترز، من الستيب سيكونسرز، من كل هاي الشغلات. فهاي حلو. اللي ما عجبني فيه موضوع ان البريسيتس اللي موجوده اغلب الظن انت وكل واحد نزل برنامج راح يستخدمها، فما اعتقد انه يعني في شيء سبيشال، الا اذا طبعا انت بروحك منك ومن نفسك سويت الاصوات او عدلت على الاصوات وسويت البريسيت الخاصه بك انت، اللي ما حد يعني ممكن يكون عنده نفس السيتنجز مالها. في هالحاله طبعا يعني انا انصح انك انت تشتري البرنامج. واذا انت داش في موضوع الدانس ميوزك او الالكترونيك ميوزك، الاصوات اللي فيه جدا حلوه حق موضوع الالكترونيك ميوزك. هذه يا جماعه رايي في البرنامج. اكيد طبعا احب اسمع ارائكم، فكتبوا لي اياها تحت في التعليقات. واذا عندكم اي استفسارات ثانيه بعد اكتبوا لي اياها وان شاء الله اقدر ارد عليها كلها. في نهاية هاي الحلقة لا تنسون مرة ثانية تعطونا زر اللايك والاشتراك في الحلقة ومشاركتها مع كل الناس اللي تحبونها، عساس نقدر نحن نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من محبين هاي المحتوى. أتمنى لكم مرة ثانية دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.